يعني نذري للحاج هو نذر مشروط، يعني هل يجوز لي أن أشترط بالنذر؟ يعني مثلا أنا نذرت أحج هذه السنة بشرط أن يتحرر الحجاب من آل سعود. هل الحج، هل الحج يتوقف على أن قوم ما هم الذين يقودون البلاد السعودية أو لا يتوقف؟ أم الحج فريضة فرضها الله على العباد؟ إن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عفوا ما سمعت كلامك شيخ. ماشي، غيرك سمعاني. السلام عليكم.